بقي من تلك الشحنات فيصل بنهاية الأسبوع المقبل. وبطمن حضرتك إنه يعني هذه الشحنات هي ما سبق أن أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء من توفير حوالي 1,200,000,000 دولار لتغطية تلك الاحتياجات، وإن شاء الله ستصل تباعا. بالفعل وصلت بعض الشحنات ومتبقي البعض الآخر سيصل خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله بنهاية الأسبوع المقبل. طيب أستاذ المستشار محمد، كان في اجتماع مهم أيضا مع الدكتور خالد أبو فار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، ماذا عن مشكلة الدواء ونقص الأدوية اللي موجودة والناس بتشتكي منها؟ في حقيقة الأمر أنه الاجتماع جاء لمتابعة موضوع أو شكوى من نقص بعض الأدوية. خلال الاجتماع معالي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وايضا السيد الدكتور رئيس هيئه الدواء علي الغمراوي، دكتور علي الغمراوي رئيس هيئه الدواء، يعني تم خلال الاجتماع شرح ابعاد هذا الموضوع. والموضوع يا فندم بيتلخص في انه خلال الفتره ما قبل نجاح الحكومه بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سعر الصرف وفي توفير الموارد الدولارية اللازمة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الجمارك، نعم، بدأ يظهر نقص في الأدوية من مخزون استراتيجي من الأدوية في السوق. ولكن منذ بدء الحكومة في توفير مستلزمات الإنتاج وضبط سعر الصرف في السوق، نعم، في سوق النقد الأجنبي، استطعنا توفير مستلزمات الإنتاج. ولكن طبيعة العملية الإنتاجية بتستغرق بعض الوقت، يعني ربما عدة أشهر من أجل ضمان العملية، نعم، من أجل ضمان النواقص، أيوة، والعودة لتخزين تكوين هذا المخزون الاستراتيجي. فبالتالي الاجتماع اليوم يعني تم الاطمئنان إلى أنه عملية الإنتاج تسير على قدم وساق، وأنه إن شاء الله يعني مع بدء توفير المخزون وتوفير مستلزمات الانتاج، وايضا مع توفير القدره للشركات على تغطيه تكلفه الادويه، فان شاء الله سنتمكن من الانتهاء من تلك المشكله خلال الاسابيع المقبله، وسيتوافر المخزون مره اخرى. وبطمن حضرتك انه المصانع بدات بالفعل منذ فتره في توفير هذا المخزون، ولكن يمكن محتاجين بعض الوقت نظرا لانه العمليه الانتاجيه بتستغرق بعض الوقت. يعني سياده المستشار محمد، حضرتك بتقول انه موعد خلال اسابيع انتهاء مشكله نقص الدواء في مصر. خلال اسابيع ستنتهي مشكله نقص الادويه، لانه سيكون لدى الشركات ولدى الصيدليات المخزون الاستراتيجي الذي يلبي كافة الاحتياجات. هناك عملية إنتاج شغالة بالفعل، ولكن يعني يستشعر المواطن أن هناك نقص في الأدوية، وهذا أمر طبيعي نظرا إلى أن الإنتاج لم يعني تكمل المخزون الاستراتيجي السابق الذي تم استهلاك جزء كبير منه. وبالتالي بمجرد إعادة تكوين هذا المخزون الاستراتيجي من الأدوية، لن يستشعر المواطن وجود نقص في الدواء في السوق.